أهلا بكم إلى هذه النشرة، نستهلها بأبرز العناوين. باسيل للـ LBCI، مواقف نصر الله حول البحرين لا تمثل الحكومة. القبض على سيارة مفخخة بالمواد الغذائية الفاسدة. والشاشة العربية تفقد فاتن حمامة، لا عزاء للسيدات. أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن ما صدر من تصريحات للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول البحرين لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية، وأعرب في حديث للـ LBCI عن رفضه صدور بيان يدين لبنان ككل. قلت أنه هذا مش موقف لبنان الرسمي وشي طبيعي، إن كان حكي السيد حسن أو الجنرال عون. أنا كوزير خارجية ونحن كحكومة نتبنى الشيء اللي بتقوم فيه الحكومة، مش أي طرف ممثل بالحكومة هو بيعبر عن رأي الحكومة اللبنانية. قلنا أنه نتفهم موقف البحرين أو أي دولة عربية بتعتبر أنه في تدخل بشؤونها، مشان هيك نحن يعني بهيدا المعنى نتفهم وما منعارض، إنما منعارض أنه يطلع بيان يدين لبنان أو يدين أحد اللبنانيين. واجباتنا ان نحافظ على علاقاتنا الطيبه مع كل الدول، حفاظا على اللبنانيين بهالدول وحفاظا على مصالح الدول بلبنان كمان. الى جبل محسن يتوجه بعد قليل البطريرك الماروني الكاردينال مالبشارة بطرس الراعي لتقديم واجب العزاء بالشهداء الذين سقطوا في التفجيرين الاخيرين، كما يقدم واجب العزاء للكرامي بوفاه الرئيس عمر كرامي. وكان البطريرك الراعي قد تراس قداس الاحد في بكركي، حيث لم ينسى في عظته ان يشدد على ضروره انتخاب رئيسا للجمهوريه في اسرع وقت، ونوه من جهه اخرى بالخطه الامنيه في سجن رومية، كما تطرق الى قضيه مقتل الشاب ابن نوفل في جرود كسروان، معتبرا أنه لا يمكن أن نقبل بمثل هذا الإجرام في محيطنا المسيحي. وقد عزانا في هذه الأيام عن الضحايا التي سقطت في انفجاري جبل محسن بطرابلس الأسبوع الماضي بنجاح خطة وزير الداخلية الأمنية التي أنجزتها القوى الأمنية والعسكرية في سجن رومي مطلع هذا الأسبوع لخير الجميع، آملين النجاح أيضاً في البقاع الشمالي. كما عزانا الله بالقبض على الجاني شرب الخليل قاتل الشاب المرحوم إيف نوفل من قبل القوى الأمنية، وتسليم الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة النكراء للمراجع المختصة، ونطالب أن تأخذ العدالة كامل مجراها. لا يمكن القبول بمثل هذا الإجرام في محيطنا المسيحي. وفي طرابلس ألقى مجهول قنبلة يدوية ليلا قرب آلية للجيش اللبناني كانت متمركزة في محيط ملعب الجهاد في باب التباني، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح. وأمام منزل وزير العدل أشرف ريفي اعتصم أهالي الموقوفين الإسلاميين احتجاجا على العملية الأمنية الأخيرة في السجن، وقد وعد ريفي وفدا منهم بزيارة قريبة لأبنائهم وتسريع المحاكمات. وفي إطار مواجهة الإرهاب، أوقفت قوى الجيش في محلة حرة تحريك محمد علي شكر، وهو مطلوب بموجب وثيقتين لقيامه بأعمال إرهابية، وضبطت بحوزته مبلغا ماليا وتشيكات مزورة، ويرافقه كل من السوريين أحمد رحم المصطوف وغصون إبراهيم الحسين. كما دهم الجيش في محلة الحي الغربي صبرة منزل أحمد مصطفى قهوجي، وهو أيضا مطلوب بموجب وثائق إطلاق نار وأعمال إرهابية، وضبطت داخل منزله كمية من حشيشة الكيف ومواد مخدرة. أصيب 3 جنود من الجيش اللبناني بحالات ضيق تنفس بعدما رمى الجيش الإسرائيلي قنبلتين مسيلتين للدموع قرب السياج التقني مقابل بلدة عيت الشعب الحدودية. وكانت قوى إسرائيلية نفذت أعمال تمشيط واسعة صباحا على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات كفر شوبة وحتى العباسية والوزاني، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في أجواء المزارع والجولان المحتلين. كما سير الجيش الإسرائيلي دوريات راجلة ومدرعة في المنطقة الحدودية بين مسكف عام والغجر مرورا ببساتين المطلة. ومن الأمن إلى الغذاء، وزير الصحة مستمر بحملته، ومفتشوه يضعون اليد على سيارة مفخخة بمواد غذائية فاسدة.
إلى وراء هذه الواجهات الأنيقة دخلت دورية من أمن الدولة مع مفتشي وزارة الصحة بحثاً عن حر فاسد فلم تجده، ولكنها شاهدت كيف تنقع اللحم وكيف توضب المواد الغذائية. مطعم بربر ما لقينا عنده شيء، لأنه تسربت بالإعلام أنه جايين على مطعم بربر، ما لقينا شيء. جعفر خلي روح على السيارة. سلسلة من المطاعم المعروفة على لائحة البحث والتحري، شاءت الصدفة أن يشتبه عناصر أمن الدولة بسيارة قديمة تنوء بحمولتها، فإذا بها محملة بمواد غذائية فاسدة وصاحبها تاجر سوري أقر بمن يشتري منه. الباصات اللي بيجوا من سوريا بيدخلوا على لبنان والموقف تبعولهم بالبور بينزل كل فترة بيجيب بضاعة وبيوزعون على المطاعم بلبنان. مطعم آخر معروف دخلت الدورية إلى مطابخه وأخذت عينات منها. والزلمة إجا وقال إن أنا بعته للحام اللي عندهم بالجران كافيه، هو نكر على التليفون إنه لا ما اشترى، ونحن شفنا 2 كيلو بدنا نتأكد إنه هو هن من عنده. ولقينا ولا تاريخ، بعرف وين التاريخ، ولا وحدة لها تاريخ. هيك الجبنة نشفة خالصة. نخاعات فاسدة وسط غابة من الأوساخ والفوضى في مطعم أخفى صاحبه الحر الفاسد في منزله. هاروت لقينا نخاعات 3 كيلو ونص، 10 كيلو حر ببيته بيرجع يجيب لنا اياهم. الدورية كشفت أيضا على مطعم يشتري ويبيع من هذه البضاعة الفاسدة وكانت نفدت لديه. رجع لا يطلب اليوم منه، ما كان لحق يشتري لأنه ضبطوه الأمن الدولي، يعني هو كان بده يشتري بس ما لحق، بس نحن ما لقينا عنده شيء. عدد من مطاعم بيروت وجبل لبنان اشترى اللحوم والنخاعات والزيوت الفاسدة من التاجر السوري والحبل على الجرار في اللائحة السوداء لمطاعم غارقة بالأوساخ وتقدم المأكولات الفاسدة. بعد الفاصل، رئيس تحرير شارلي إبدو يدافع عن الرسوم الكاريكاتورية للنبي. وفي جديد الملف السوري، أعلنت جبهة النصرة إسقاطها طائرة اليوشين التابعة للجيش السوري محملة بالمواد الغذائية والذخيرة قرب مطار أبو الظهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات الحكومة السورية في محافظة إدلب، فيما نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله أن الطائرة تحطمت بسبب الأحوال الجوية والضباب الكثيف أثناء محاولتها الهبوط في المطار، ولقي طاقم الطائرة حتفه خلال التحطم. وفي مدينة الحسكة، اشتباكات للمرة الأولى بين قوات النظام والأسايش. هذا النزاع الذي تجنب الأكراد حتى الآن الصدام فيه مع قوات النظام، اندلعت اشتباكات للمرة الأولى بين الجانبين في مناطق عدة من مدينة الحسكة التي يتقاسم النظام والكرد السيطرة عليها بموجب اتفاق أبرم العام الماضي قضى بسيطرة الأكراد على نحو 30% من أحياء المدينة، حيث الأكثرية من الأكراد، في حين تسيطر قوات النظام على بقية الأحياء حيث أكثرية السكان من العرب، وبالتالي التفرغ لقتال للمجموعات الإسلامية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية. بحسب وحدات حماية الشعب الكردي المعروفة بالأسايش أو YPG، اندلع القتال حين سيطر جنود من الجيش على مبان في منطقة كان الجانبان اتفقا على أن تظل منزوعة السلاح، ولسيما مناطق تمركز المدنيين وبعض وحدات YPG ما استوجب الرد. في المقابل، عزى المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارك إلى اعتقال الأكراد 10 عناصر من قوات النظام ومسلحين من قوات الدفاع الشعبي بعد انتشارهم في مركز الإطفائية في القسم الشمالي من الحسكة. المرصد أوضح أن الاعتقال جاء بعد سيطرة ميليشيات تابعة للجيش السوري على مبان تفصل بين الجانبين. مهما كان سبب المعارك في الحسكة، يصر الأكراد على أن تكون أي محاولة لإخضاعهم من قبل النظام أو لارتكاب مجازر قمعية في حقهم مجرد حلم.
وفي المعارك الدائرة في الحسكة سمح الجيش السوري بخروج نحو 1500 مدني معظمهم من الأطفال والنساء من دوما في الغوطة الشرقية من ريف دمشق التي يحاصرها منذ ما يقارب العامين والتي تسيطر عليها فصائل المعارضة. ونقلت وكالة الأنباء السورية رسمية عن مصدر أمني أنه تم نقل جميع العائلات إلى مركز إيواء مؤقت في ريف دمشق الغربي. وتعاني دوما وغيرها من مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أكثر من سنة من نقص شديد في المواد الغذائية والأساسية والطبية. وفي لندن يستضيف وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند والأمريكي جون كيري الخميس المقبل نظرهما في دول التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية في اجتماع يخصص للبحث في مسار العمليات العسكرية ضد التنظيم. أما في الرياض فقد التقى وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة جون ماكين ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير سلمان في إطار جولة شرق أوسطية بدأت بعد يوم واحد من إعلان واشنطن عن إرسال نحو 1000 عنصر إلى تركيا للمساهمة في تدريب المعارضة السورية. الوفد التقى أيضا رئيس الائتلاف السوري المعارض قبل أن ينتقل إلى قطر حيث التقى الأمير تميم بن حمد الثاني. وإلى إسرائيل التي كشفت عن أول خلية لتنظيم الدولة الإسلامية على أراضيها مؤلفة من 7 مواطنين عرب سيمثلون المحاكمة بنية التخطيط لشن هجمات داخل أو بتهم التخطيط لشن هجمات داخل إسرائيل والتواصل مع التنظيم في سوريا. ومن بين المتهمين محام سيمثل أمام المحكمة نفوا تهمة الانتماء لجماعة غير مشروعة ودعم الإرهاب والتواصل مع عملاء أجانب. وفي العراق أفرج تنظيم الدولة الإسلامية عن نحو 200 مسن إيزيدي من الرجال والنساء إضافة إلى عشرات الأطفال بعفو خاص عبر منفذ مكتب الخالد وهو معبر غير رسمي يفصل بين مدينة كركوك التي تسيطر عليها البشمركة وقضاء الحويجة الذي يسيطر عليه التنظيم. المفرج عنهم أدخلوا إلى مدينة كركوك تمهيدا لنقلهم إلى مدينة إربيل بعدما كانوا وصلوا إلى الحويجة من سنجار عبر الموصل حيث كانوا محتجزين. أكدت النيابة العامة البلجيكية وكذلك الشرطة اليونانية أن عمليات الاعتقال التي جرت السبت في أثينا لا علاقة لها بالخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها الأسبوع الجاري في بلجيكا بينما كانت على وشك شن هجمات في البلاد. وتسعى أجهزة مكافحة الإرهاب إلى التأكد من فرضية أن يكون بين الموقوفين عبد الحميد أبعود وهو بلجيكي مغربي الأصل وصفته وسائل إعلام بلجيكية بأنه العقل المدبر لاعتداءات مفترضة تم إحباطها في بلجيكا ويشتبه في أنه أمر بها انطلاقا من اليونان. وفي فرنسا أعلنت بلدية جونفيليه أن جثمان شريف كواشيا أحد الأخوين اللذين شاركا في الهجوم على مجلة شارلي إبدو دفن قبيل منتصف ليل السبت الأحد في هذه الضاحية الباريسية التي كان يعيش فيها. لم يحضر أحد الدفن بحسب ما أكدت البلدية حتى أن أرملة كواشي رفضت الحضور فيما بقي قبره على غرار قبر شقيقه مجهولا حتى لا يتحول مزارا. دفع رئيس تحرير شارلي إبدو جيرار بيار عن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي نشرتها الصحيفة الأسبوعية الساخرة. وأكد في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية NBC أنها تساهم في الدفاع عن حرية المعتقد. في كل مرة نرسم محمد وفي كل مرة نرسم الأنبياء ونرسم الله ندافع عن حرية المعتقد. فالمعتقد يجب أن لا يشكل ذريعة سياسية والعلمانية تحمينا من هذه المسألة وتضمن لنا الديمقراطية والسلام. العلمانية تعطي المؤمنين وغير المؤمنين الفرصة للعيش بسلام وهذا ما ندافع عنه تحديدا. اتهمت دائرة الإفتاء الأردنية مجلة شارلي إبدو الفرنسية بتأجيج الكراهية والفتنة عن قصد في العالم أجمع بعد نشرها رسما جديدا مسيئا للنبي محمد ودعت إلى الوقوف ضد ما نشرته الصحيفة الفرنسية من إساءة إلى النبي محمد بكل حزم وإصرار. وحملت الدائرة المسلمين جميعا مسؤولية الدفاع عن النبي محمد من خلال التحلي بأخلاقه القرآنية وإبراز صورته الحسنة أمام العالم والبعد عن العنف والإرهاب والقتل الذي لا يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين. تتابعونها بعد قليل. الطفلة تسأل والبابا يجيب لماذا يسمح الرب بمعاناة الأطفال؟
وفي أخبارنا الإقليمية والدولية، وبعد إعلان ميليشيات فجر ليبيا وقف إطلاق النار في ليبيا، أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأمم المتحدة الأطراف الليبية المتنازعة بغية الوصول لحل سياسي للأزمة. وكان مجلس الأمن رحب بإعلان وقف إطلاق النار، كما أعرب عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالبا كل الأطراف النزاع بالمشاركة فيها. وقال المجلس أن لا إمكانية لحل عسكري للأزمة في ليبيا، مؤكدا استعداده فرض عقوبات على معرقلي نجاح عملية الانتقال السياسي فيها. دعا الرئيس التشادي إدريس ديبي إلى تشكيل تحالف من دول وسط إفريقيا لتصدي لبوكو حرام التي تشن هجوما واسعا شمال نيجيريا. أخره هجوم انتحاري بسيارة آخره هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في محطة حافلات منذ قليل أوقع 4 قتلى و48 جريحا، في حين دخلت نحو 400 آلية للجيش التشادي ترافقها مروحيات قتالية الكاميرون بهدف مكافحة الجماعة. وقال الرئيس التشادي إنه لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي أمام ما يجري عند جيراننا. نفى المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أن يكون على علم بحقيقة أن الشخص الذي رشحه لتولي وزارة الزراعة مطلوب لدى الشرطة الدولية الانتربول بتهمة التهرب من الضرائب واختلاس أموال بالتحايل في إستونيا منذ عام 2003. وأكد الرئيس الأفغاني تعهد أخيرا أن يستأصل الفساد المتفشي في بلاده ويختار وزراءه على أساس كفاءتهم، لا سيما وأن أفغانستان صنفت كرابع أكثر دول العالم فسادا العام الماضي. في مانيلا الملايين يتحدون الطقس العاصف للمشاركة في القداس الختامي الذي ترأسه البابا فرانسيس. سؤال جيليزي الإيريس ورغم أعوامها 12 كان كافيا لهز كيان البابا فرانسيس ومشاعره. في العاصمة مانيلا وأمام نحو 4 ملايين فلبيني، سألت جيليزيل التي تخلى عنها والدها البابا. كثير من الأطفال تتخلى عنهم أسرهم، كثير منهم يصبحون ضحايا وتحدث لهم أمور سيئة مثل إدمان المخدرات والبغاء. لماذا يسمح الرب بأن يحدث ذلك؟ حتى وإن كان الأطفال لم يخطئوا، لماذا يساعدنا عدد قليل فقط من الناس؟ أجهشت الطفلة بالبكاء، فلم يكن أمام البابا إلا أن يعانقها، حتى أنه تخلى عن جزء كبير من كلمته التي كان أعدها من قبل حتى يجيب على سؤالها قائلا: هي الوحيدة التي تقدمت بسؤال ليس له إجابة ولم تتمكن حتى من التعبير عنه بالكلمات ولكن بالدموع. وحض البابا في عظاته خلال القداس الذي أقامه لملايين الفلبينيين الذين وقفوا تحت المطر في العاصمة مانيلا والذي يختتم به جولته الآسيوية، حض العالم على تعلم كيف يبكي لمحنة الفقراء والجوع والمشردين والأطفال الذين يعانون من انتهاكات. وكان الفلبينيون بدأوا يتدفقون ليلة الماضية وانتظروا حتى تفتح الأبواب فجرا، ووسط الأمطار توقف البابا في طريقه لتقبيل الأطفال ومباركة تماثيل دينية. بعد رحلة مع التمثيل بدأت منذ الطفولة، فاتن وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة تغلق الستارة الأخيرة عن عمر يناهز 84 عاما. فاتن حمامة شقت الطريق الأخير وسط جمهور أحبها ليشيع جثمانها من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر. الراحلة التي أوصت المقربين بعدم إقامة مجالس عزاء نعتها الرئاسة المصرية وقالت إنها ستظل بعطائها الممتد وأعمالها الإبداعية رمزا للفن المصري الأصيل وللالتزام بآدابه وأخلاقه. فما هي أبرز محطات وأعمال سيدة الشاشة العربية؟ لم تعد ضحكتها بيننا، ففي 17 كانون الثاني 2015 فقدت الشاشة العربية أبرز وجوهها على الإطلاق، فاتن حمامة. قلة هم من استطاعوا تثبيت أحديتهم في عالم الفن، نادرون جدا هم من كرسوا موقع الصدارة دون أي منافسة، وهي منهم، فهي سيدة الشاشة العربية. ما من أحد استطاع أن يشكك على مدى 6 عقود بتفردها بهذا الموقع. ففاتن حمامة هي لسبب ما صورة تسكن وجدان السينما العربية
أكثر من كل الأسماء اللامعة التي تدللت بها السينما المصرية على مدى قرن ونيف. في عام 36 ظهرت فاتن حمامة في فيلم يوم سعيد لمحمد عبد الوهاب على أنها تشيرلي تامبلن العرب، هكذا أصر المنتج على تسميتها يومها. لن يمر وقت طويل قبل أن تصبح هي وحدها فتاة أحلام جيل الخمسينيات، فهي الفتاة الجميلة والرصينة في الوقت نفسه والتواقة للانفتاح على عالم جديد في بلد ينكب على اكتشاف تجربة اجتماعية جديدة مليئة بالأمل في مصر ما بعد الاستعمار. بعد رومانسيات الخمسينيات أتت الستينيات لتكرس وبشكل قاطع فرادت نهج فاتن حمامة في السينما المصرية والعربية. هنا لم يرى طه حسين، يوسف إدريس، إحسان عبد القدوس وغيرهم من أعلام الأدب والصحافة العربية أفضل من قدرات فاتن حمامة لتجسيد دقة شخصياتهم ومكنوناتها. مع انخفاض جودة إنتاج السينما في السبعينيات والثمانينيات قل نشاط حمامة، إلا أنها ظلت الحاضرة الأبرز في تقديمها أفلاماً خاطبت بشكل أساسي حقوق المرأة. تزوجت حمامة 3 مرات من المخرج محمود الفقار، الممثل العالمي عمر الشريف ودكتور محمد عبد الوهاب الذي أنهت معه حياتها. ختام النشر، شكراً لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.